شكرا. ملي كنقولوا ملي كيقولوا الناس بان مثلت بالمراه المغربيه كنحس فخوره بزاف. وهاد الجائزه اللي وصلت ليا bien sûr comme vous dites c'est pas donné à tout le monde moi je suis contente vraiment de l'avoir reçue parce que c'est بحال واحد جائزه اللي كتشجعني واخا كنقول ديما vraiment c'est vrai je le pense جائزه الاولى واهم جائزه اللي كتوصل ليا هي جائزه من الناس اللي كيوقفوني في الزنقه ملي كيقولوا لي هادشي ولا ملي كيصيفطوا لي الايميل يوميا شي 20 اللي كيقولوا لي شكرا شجعتيني عطيتيني لو كوراج نثق في راسي نزيد قدام على المشاريع ديالي عطيتيني الكوراج باش ندير ونفعل هذه هي جائزه احسن جائزه اللي كتوصل ليا وكتعطي ليا زعما كتخليني نفكر بان اللي كندير هو عنده ان امباكت وانا هادشي اللي بغيت ندير افوار ان امباكت نشجع النساء هذا باش يعرفوا بان المستحيل يوجد بان اللي بغاو يمكن لهم يحقهم خاص الواحد يثق في الحلم ديالو ويحقهم صافي ديال خاصو يخدم عاوتاني ماشي شي حاجه غتوصل لك هكا ثق براسك ثق بمشاريع ديالك نوض الصباح بكري خدم 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 الا طحتي نوض ماشي الحاجه غتوصل في المره الاولى غادي توصل كلشي مزيان الا تسدات واحد الباب دق في باب اخرى ماشي شي حاجه دابا الناس كيشوفوني الحمد لله وصلت لهذا المستوى ولكن ما كيشوفوش بان خدمت بزاف حتى انا لي شاك كاين موجود زعما لا ريوسيت سي كوا سي لو سي لو ريزولتا دو ايشاك نيميرو 1 ايشاك نيميرو 2 نيميرو 3 خاص واحد يبيرسيفيري يبقى يزيد ماشي اول مره غادي يطيح غادي يقول هذا الشيء ماشي ليا ما عنديش لا شانس ولا ما عنديش بيستون ولا ما عنديش ريزو هذا الشيء ما كاينش il faut entreprendre il faut croire انا بديت ما كانش عندي الريزو ما كانش عندي البيستون فهاد الشيء كله لا والو لا علاقه بعض المرات الناس كيهضروا هكا حيت سالي غاسور كيقولوا انا ما عنديش دونك ما غاديش ندير وكنبقاو واقفين كنتسناو وحتى حاجه ما غتوقع دونك انا كنبغي نقول يمكن لينا نكونوا ام مراه زوجه ونخدموا ونكونوا انديبوندونت